كون بغيتي نمشيو لمدينة أخرى كون مشينا يوسف. أمك كانت غادي تعصب الصبح حتى تعيا وفي الآخر غادي تفهم، وقول ليها إلا عندها شي فكرة على الشيخات ماشي هي هذيك غتحيدها من بالها حيت ماشي بصح. هادشي كله كاع فيك دل، فهمتي الميساج دابا اللي بغا يقول لك؟ ما تسوي بصلة خامشة، قالوا لك قدام الدرب كامل. بنت العارض وبنت الشان وبنت الفاميلة داليها المشموم بالنوار السكر، وبنت الشيخة جالسة يشبه فيها. شتي سليمة؟ ما غتنى حتى غتقربلها علينا كاملين. راه أي ضربة دابا لعمر، أي ضربة كيما كانت لصالح بنت الشيخ. غتجمعي حوايجك توت سويت وغادي تخرجي من هنا قبل ما نعيط لك على السيكيوريتي. لا، أنا اللي نقدر نعيط لك على البوليس يجيو يديوك، حيت ما تجمع عليا وأنا خدامة. أختي أنا النهار الأول راني سنيت مع سوسيتا المعطاوي ماشي معاك. اسمعها حميد، دوي مع مراتك، عقلها، وما تنساوش بجوج بيكم. في الآخر أنا اللي كنقرر. المعطاوي كيبقاو مربيين يديهم؟ رامي. أخ. شي حميد ونشوف معكم شحال. ما غادي نتسناو حتى شي واحد البتول. ديجا تكلفت. سي أون كوغ. شنو واقع؟ عرفتي اختي والله ما درت شي حاجه والله ما عارفه شنو واقع. تقدري تقولي لي شنو واقع؟ انا معمرني ما وصلت للكوميساريه من غير فاش صوبت لاكارت. تمشي للبوست وتعرفي كلشي. نقدر اسيدي نخلط عليكم في طاكسي حيت الناس اللي خدامه عندهم الا شافوني طالعه في الصافيط غادي يجريو عليا من الخدمه. واش غادي نحلو معاك ولا شنو؟ هذا راه اجراء عادي. نقدروا نمشيو تما يكون عندك والو نطلقوك. راه ما عندي والو اسيدي والله ما عندي شي حاجه نمشي غير في الطاكسي عارف. زيد اسيدي. ما درت والو اسيدي. شفتك جالسه ما عرفتيش الخدمه؟ شنو واقع؟ نو. ما غاديش نمشي اليوم ما كاينلاش. مهنية على الخدمة. مهنية مخلية بنت الشيخة في ليبيسخي ومهنية كومون صاس فيه شي ديالك؟ بنت الشيخة كانت في ليبيسخي مبقاتش. سافيدير؟ سافيدير سكو سافيدير مبقاتش إل نيكزيست بلو. سافيدير سليمة هاديك السيدة شفارة وراك عارفة الشفار شنو كيوقع ليه يدوا بايي دوك خديتي اون ديسيزيون بوحدك. انا ما كيعجبنيش هادشي. شنو درتي؟ ما درت والو. هي اللي دارت شفرات. شفرات وي مي شنو كومون؟ عندك او موان دي بروف؟ بيان سور كو جي دي بروف الباتول واش انا كنلعب. اي دو توت فاسون هضرت مع ميتر انور ولا غادي تكلف بها راك عارفه سي ان تري غون افوكا غادي يغبرها. هادشي ديالك خلاني وما عجبنيش. مي الا كنا غنتناو منها اون فوا بوغ توت وشغلك مطرز مزيان صافي دير بديتي كتعلمي شويه اسويفر.
زعما كاين الناس تقوا فيك وعطاو كاع الصلاحيات نوضي تسرقيهم. والله سيدي ما شفرت شي حاجه. شنو الشركه تطيح عليك الباطل وديك السلعه اللي مشات وانتي مسؤول عليها؟ انا يلا خدمت في هذه الشركه هذه شهرين وخدمت هي الكونطا ولكن راه كنخدم عادي حتى حاجه ما تبدلات. ما عرفتش هذيك السلعه منين خرجت ولا شكون اللي خرجها. الناس عندهم ادله وكل شيء باين في اللوجيسيال. والله ما عرفت سيدي شنو نقول لكم. حتى انا ما عرفتش ديك السلعه فين مشات. الصراحه ما عندي ما ندير لك حتى تقدمي على وكيل جلاله الملك. القضيه يقدر يكون فيها فولت كونفيونس. ولكن انا ما شفرت والو. يلا معايا سيدي البيرو نوريك كل شيء. انا اصلا ما عنديش اكسل الفلوس كندخل غير البيستي غير اللي فيه شيء. هادشي اللي كان هاد الساعه ما عندي ما ندير لك. شنو دابا ما غنخرجش غنبقى مشدود عندكم؟ مالغوزمون ولا السلام عليكم عبد العزيز كيداير السعيد؟ تكلم كلمه تكلم مال اخبار خير اخبار خير عند الخدمه وانا نلقى شدو البوليس ويلي انت شنو درتي ليا الدريه؟ انت باطيحي عليا الباطل راهي اللي شدوها معناتها شنو دارت؟ وانت اللي ما باغيش تفرق ليا على الدريه ويلي وعدي تلقى من الدري نفهموا منه اش واقع اش كاين؟ انت ما عرفتش انا راه شدو مهزوها في صافيط وداوها انا يلاه غنمشيو للسنترال بلاتي قال لك في الخدمه نمشي عند سي عمر شد يا فدوى وصلك عبد العزيز دير باعه وتسير سير يلا حيد عليا جيت تلا 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 سلم تلا تلا ايوا سلم لالا البتول صلاح بوجهك صبح منور هاد الصباح شو ضحكي خلي لي الفنين كيشه تسمى صحتها فاطمة والغمامة اللي كانت مدرخة علينا الشمس مشات والله إلا نيت نهار بنت هذيك هند وهاد الدار ديالي بحال دار العزو ولكن بلاصة ما هذي كبيرة ما كرهتوش شكون كان معنا دابا ويفرح حتى هو دابا يرجع إن شاء الله وتزيدي تفرحي أكثر مهدي عجبني كي دايرة ماما صافا كتسولني علاش ما كنتيش كتسول فيا قبل الباسل ما عليناش قول لي كي درتي مع الغربه بخير واحد عمي لاباس عليه راه في جديده المعرض دوماج زقلتو هاد العام ورجعوا لي باش ما تضيعوش العام الجاي راه ملي مشيتي مشات لك شحال من حاجه بقى جالس تما ولادين جالسين كيتبورطوا هنا اش من عندي انا على ما كتهضري عنا على ماشي بنت الشيخه كانت غتكا على كلشي كون ما حبسناهاش صدعتوني بهاد بنت الشيخه صافي حتى نتوما عطيتوها قيمه اكثر من القياس سلمي عليه كتسلم عليك فاطمه بنت الشيخه تهنينا منها حميد وسليمه باغ كونتر كيتنعروا على عمر كيبينوا له حنت يديهم بقى جالس تما تجي تلقاهم محكمين في كل شيء صافي يا ماما يكون خير خاصني شي فلوس ماما تصيفطيهم ليا واخا ولدي اللي بغيتيها تحضر غير رجع ان شاء الله يلاه ماما بسلام سلام جميله صاحبتي عندي بنيه وحده بغاو يكفنوها ليا جميل اختي الله ياخذ فيهم الحق كيبغاو يشويونا في كبدتنا الله يشويهم في كبدتهم كنعرف هذا اللي دار لهادشي لبنتي ناكلو بسناني الله ياخذ فيهم الحق زيدي 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 هالسكري في الباب السلام عليكم اسيدي انا مزوقه في كاسيتي دخل عند السي عمر قول له حليمه برا لا لا واش انت ما كتقاديش راه ديك المره قلت لك راه ما كاينش هالعر اخويا هالعر حنا مزوقين فيك هاد المره راه قاصحه شويه ما كتشوفش السيده مشويه على كبدتها انا مزوقه فيك اسيدي الحاله اللي فيها البنتي ما تبغاش لبنياتك لا لا والله ما عندي ما ندير لك انا راه كنفذ العوامر انت سير دخل تما لكاش خاسر راه ما كاينش سي عمر راه مسافر احربي اولي على مسافر اولي على مسافر احربي فين غنعطي الراس يا جميله فين غنعطي الراس سمعيني اهلي مصاحبتي انا غادي نمشي للكوميساريا الطاكسي اللي غادي يديني غادي يرد لي نعرف تما شنو كاين وتي جلسي هنا يجي سي عمر يبقى جالس هنا نمشي معاك انت فين غادي معايا انت عندك ساعه كامله باش توقفي جلسي هنايا ما تعطلش عليا صاحبتي ما تعطلش عليك صاحبتي
بنيتي وحبيبتي امي مالكك لاباس؟ هين شتو البوليس؟ اويلي وعلاش؟ ما عرفتش، مش حدا الخدمة وانا لقى صطافيت ركبتها، يلا قلت لما دابا. شتي القضية منين وصلت للبوليس؟ تأكد بلي ديك خيتي ما صافياش ما واضحاش ونصابة. واش هي اللي تخرجات خدمات وانا كنكرد ليل ونهار؟ تيلي ضربك ضربك على هادشي. هادشي ما فيهش النصب هذا، عارفي هند كي دايرة. هاد القضية فائنة، هادوك الناس اللي خدامة عندهم لصقوا لهاد المنتف هذا. لا أنت والله حتى تعميتي. واش كلشي واضح حداك وانت ما بغيتيش تعيق ما بغيتيش تفيق خبات علينا امها شيخه دابا مشدوده واش انت مكلخ لا ما مكلخش لا اللي كيبغي شي واحد كيبغي بصح بعيبو بزينو وهند راه كنعرفوها مزيان ما فيهاش هادشي ديال التخلويض وهادشي ديال التنصاب الله يهديك يوسف واش بغيتي تقتل امي بالفقصه مخلي بنت استاذ وغادي عند بنت شيخه انت قلتيها بنت شيخه ماشي هي اللي شيخه هي ما على والو توريه سبحان الله العظيم مخلي استاذ قداشنا هو وعائله متقفه وتابع ليا الشيخات أنا مزوجة في كسبي عمر أنا مزوجة الحليمة شو وقع؟ بريتي لا الحليمة سي عمر يلا جاي من الصفر خليه يرتاح بلاتي يا حميد ياك لاباس هند سيدي عمر هند مالها شادين عليا في الكوميساريه وبنيتي خوافه ما دارت لا بيديها من رجليها انا مزاوقه في كلمه عاولي يا بنيتي واخا الحليمه شدني الحليمه يكون خير ان شاء الله حميد سبقوني البيرو انا جاي الله يرحم والديك الله يخليك الله يرحم لك الوالدين الله يخلي لك وليداتك ادريس سبقني انت يا لالا البتول يلا قطعت مع ادريس التليفون و وشنو الشيخه مشات عند السي عمر الشركه بقات كطلب وترغب فيه باش يخرج لها بنتها من الكوميساريه هذا راسي تقلت الحياه غادي حتى الشركه برجليها والمشكل السي عمر دخلها عنده حتى البيرو باينه غيخرج لها بنتها ما خصوش يخرجها من الكوميساريه ما خصوش ماشي حنا كنبنيو هو كريب ما فهمتش انا هذا النيفو هذا اللي وصلنا ليه الشيخه وتركتها ولينا كندافعوا عليهم فاطمه انت كتعرفي السي عمر كيبغي يدير الخير مع كل شيء كل شيء بزاف على الخير غادي تعذبنا الله يحفظ والله سيدي عمر هي دابا دير هاد الشيء ربما شي واحد غير بدها ولا حسدها حتى اللي خدمتي هاد الخطيمه ما انا بنتي كنعرفها خوافه تخاف من خيانها روخا خدمتي شيخه ولك راه ربيت بنتي مزيان حتى انا ما نظنش على الحليمه واش هي دي شي حاجه ماشي قانونيه قلت هنا انا غنتكلف بهاد القضيه الله يخلي لك وليداتك حميد في نظرك علاش غيجيو البوليس يديو هند من المحل ما عرفتش صراحه سي عمر ما كنت معاك ولكن غادي نشوفوا راه كاين لوجيسيال وكاين الكاميرات انقلب خلينا واحد دقيقة نولي لحليمة لحليمة سيري لدار ترتاحي وهند انا غنتكلف بها ابدا انا استعبر انا بساوك فما مشيت انت بديتي في ترا عندها هي كوني هاني لحليمة ما غاتباتش اليوم في الكوميسارية الله يخليك وليداتك خليني دير لي خاطر الله يرحم لك الوالدين واخا خليك أنوار لاباس عليك؟
نعم سي عمر. انت اللي مكلف القضيه ديال هند الموزوني؟ اللي اختلست الشركه. ما اختلست حتى شي حاجه. اسمع نقول لك الله يخليك، غادي تمشي تنزل هذيك الدعوه، ما بغيتهاش تزيد دقيقه واحده في هاد الكوميساريه. ولكن سي عمر انا وردي هذا الشيء اللي كنقول لك وصافي. واخا سي عمر غير ارتاح هي الاول. يلا الله يهنيك. انا للحليمه. الله يخلي لك ما عز عليك، بغيت سيد ربي ديما يسهل عليك، يخليك ديما الفوق الفوق، عمرك ما تحرج. وصافي للحليمه سيري انت دابا ترتاحي. وهند انا غادي نهزها ونجيبها حتى لعندك. لا خليني تديها معايا سيدي. دريس وجد طوموبيل؟ لا 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 غدي للحليمه الدار توصلها حتى لباب الدار. يلا يا هابطه عندك. ما كاين لاش اسد عمر، انا نمشي في الطوبيس. لا ما جاتش، ما جاتش للحليمه. دريس كيتسناك لتحت. الله يرحم ديك الوالدي، الله يخليك ديما الفوق الفوق، النهار الخايب تكون غايب، كيما فرحتيني الله يفرحك. هادو اللي هنا بغيتك تحيدهم وديهم ليا كوتي د لاكاس، ولاغيفا جديد ديال ليزيبيس حطهم ليا هنا. سامارش. سليمة واش واخا نقرا ونصيفك حتى الصباح اللي فراسك فراسك؟ انتي دابا الوانتير حامين ما طيحتش على الباطل. اي سي تو لو موندغ دوت فا فوار لي كونت. سليمة واش ما بغيتيش تفهمي؟ راه اي حاجة كنديروها ضد هند كتزيد تقرب باباك منا. انتي دابا رديتيها فيكتيم وانا قدامي تيقول لامها ما دايرة والو، انا غادي نتكلف. باش غادي تكلف يا حميد؟ توت لي بروف ضدها لي كوبابل بغا ولا كره. سليمه ما تنسيش بلي باباك راه هو مول شي، راه يقدر يدير تنازل ويسمح لها. قول ليها هادوك لي ديبونس نون جيستيفي عندك لهم شي اكسبليكاسيون؟ اين ديبونس؟ لي ديبونس ديال ماغازان حميد. وي قلتي هند رجعتي للقمر؟ لا ما رجعتش. سي رجعتي للقمر. دابا حنا فين وانت فين؟ كنا كنهضروا على هند، ما كتبقي ديري بحال هادشي. سي عمر الامور راه دازت مزيانه، تنازلنا وشرحت لهم بلي القضيه غير سوء تفاهم. شكرا انور. سوء تفاهم كيف ما قال الاستاذ انور. انا كنعتذر باسمي الشركه ديال المعطاوي. انا مستعدين نعوضو باش ما بغيتي على الضرر اللي صابك من جهتنا. ما بغيت والو من عندكم السي عمر. برك عليا الجرجيره اللي تجرجرت في الكوميساريات، ما عمرني ما دخلت ليهم حتى وصلت لبين يديكم. شي غير ما دايره والو. انا متاكد انك ما دايره والو، وكنأكد ليك انه غادي تكوني مرتاحه معنا في الخدمه من بعد. لا سي عمر انا ما غاديش نقدر نبقى معاكم، انا غدا ان شاء الله غادي نحط لا ديميسيون ديالي وغادي نمشي في حالي. بارك عليا. خذي وقيت ارتاحي شويه وفكري على خاطرك، وإلا قررتي تكملي معنا انا كنوعدك هادشي ما غاديش يتعاود. بلا ما تنسيست عليا سي عمر انا ما غاديش نرجع لهداك المحل، بركة تشوهت فيه. نوصلك ونهضرو فهادشي من بعد. عافاك دريس مشيو. جيتي سيغ كما غديري التاسفته وما تعلمتي والو. هذا الشيء سليمة كبير عليك باش تاخدي اون ديسيزيون توت سول. كطيري من المقله او موان تشاوري. اشنو كل واحد غيدير داكشي اللي قال ليه مخو؟ انا او موان كندير شي حاجه باش نتفك من بنت الشيخه، ما عطيهاش غير حله الفم على والو والهضره الخاويه وكخيتيك. سليمه
لالا الباتول عندها الحق، كتبقاي تزربي. اه وانت مليان جمع مرتك. كيفاش جمع مرتك؟ بنت لك مشتا؟ اه مشتا وغتشتينا معاك الا بقيتي كتخربقي بحال هكا. شنتي بحالك بحال هذيك المسخه ديال بنت الشيخ، كيهمو غير فلوس بابا. عندك تكوني نسيتي علاش تجوجتي بيه؟ تجوجتي بيه باش تبقاي عايشه في خيرنا، باش تبقاي في عزنا، حيت بلا بيه ما كتسوي والو. ولكن كنت نسيتي انا غادي نفكرك. اخر مره تفكري تهزتي يدك عليا انت اللي اخر مره غتبديني على فمك سليمه، حيت انا بزاف عليك لا انت ولا هاد القمار اللي حداك. ناعسه على ودنك اولا دايره راسك ناعسه على ودنك؟ انا غنسمعها لك. الا كان شي واحد كيهموه فلوس المعطاوي وعايش على ظهر معطاويه وكيشفر المعطاويين كاملين، ناعسه حداك قريب. دونك الا كنتي باغا تقللي الادب ديالك ولا باغا تنسي لشي واحد، محتاجاش تنوضي من الفراش، نعس غير حداك. ما تخلينيش ندير شي حوايج انت اللي غتندم عليهم من بعد. لالا البات والله يخليك، ماشي وقت هاد الهضره هادي كاع. ماشي حنا يلاه بدينا كنتفقوا على شي حاجه غادي نبداو نتابزو. هاي حداك كلها ليها. صافي انا عندي لكم الحل، وديك بنت الشيخ غادي نصيفطها للجايحه. الحمد لله على سلامتك بنيتي، انت راه هي النويويره اللي منوره عليا الدار. الله يخطيك عليا امي، ولكن انا كنت غنخرج غادي نخرج حيت ما دايره والو. حيانا بنيتي كون ما سيدي عمر الله يخلف عليه ويقوي خيره، كراك بنيتي باقا مجالوقه تم. لالا حليمه انا ما درتش غير الواجب، هند قالت لك ما دارت والو وانا متيقها، ما كانش عندها علاش تبقى تما. ربي يخليك درتي الشير كثير اودي سيدي عمر، هذا الخير اللي درتيه فيا عمري ما غنساه، مهزوز فوق راسي. شكرا بزاف سي عمر، الله يخطيك. واخا انا صراحه ما عارفه هند، عارف بلي الخطا جاي من عندنا ويمكن نكون انا كاع سبب في هادشي كامل. حاشا لا واش تقول هاد الهضره سيدي عمر، انت ما درتي فينا على الخير وخيرك راه عمرنا لا نسيناه. دابا خاصنا غير هند ترتاح شويه وترجع تخدم. اسمح لي يا سيدي عمر، ما ينساو الخير على ولاد الحرام، حنا ماشي ولاد الحرام. الخير اللي درتي فينا مهزوز فوق راسي كي قلت لك، غير هو بغيت نطالبك واحد الطليبه عافينا من هاد الخدمه. الله يجازيك بخير، الا لقيتي لها شي حاجه اخرى يكون حسن. الله يرحم لك الوالدي. واخا لالا حليمه واخا، غادي نشوف لك شي خدمه بعيده على المشاكل وما تقطعيش في رزقك ان شاء الله. الله يكبر بك اودي سيدي عمر، شي نعمر كويس ديال اتاي. مرحبا بكم. مرحبا بك اخويا، مرحبا. حتى انا نجي معاك امي. يلا بنيتي يلا بنيتي، مرحبا بكم، نهار كبير هذا، زارتنا البركه. يوسف كنعيط لك من الصباح ما كتجاوبنيش، علاش؟ يوسف نعم ما فهمتش، كنعيط لك ما كتجاوبنيش، خليتيني مليوحه في الكوميساريه بحال ما عندي والي. قلتها لامك تمشي عندك ولا تدبر راسها. وعلاش انت ما جيتيش تشوفني؟ خدام ما مساليش. ما فهمتش يوسف، ملي كنكونوا باغيين نتلاقاو ونهضروا في الخوا الخاوي كتسناني وما كتكونش مشغول. دابا ملي مشيت للكوميساريه سمحتي فيا، شنو زعما شوهت بيك؟ لا انا اللي كنمشي للكوميساريه نصوب لاكارت، انت داوك داوك هند. داوني بالغلط، ملي وصلت عندهم لقوني ما دايره والو، طلقوني هاني حداك. يوسف راه كان سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ والله يسهل عليك انت سوء تفاهم، الله يكمل عليكم بخير. خصني نهضر معاك. ما
ما مساليش، عندي واحد السيد خصني ندير للقامرة. يوسف دريس، صايبلك ما تاكل ولا واكل؟ ما فيها ما ناكل. مالك اش كاين؟ قولي يا دريس. حرام اش اللي كيديروا في هذه البنت، والله الا حرام. وانت مالك؟ تدخل سوق راسك. الحق حق فاطمه، واش انا زيزون؟ في هاد الدار خصك تكون زيزون وعمى وسمك، ودخل سوق راسك الا بغيتي تعيش، فهمتيها؟ انا مالك مش كيداش ودات كاع، اللي بغات غير تعيش وتعيش مع امها. دريس، شكون اللي كتفهم في شغل العيالات؟ هذيك خيتي راه فران وقاد بحومه، بغي كدير داك سبله وسرق العواد باش تبقى مسكينه في السي عمر وتبقى فينا حتى حنايا. انا بات لي ما مسوقاش كاع. وقد يا خو شكون قلب على الله هي ولا السي عمر؟ دابا انت مالك فهادشي كامل؟ باغي تجبد علينا الصداع ولا كيفاش؟ دخل سوق راسك يدخل سوق راسك، كون غير دارتك انت وهناتك مني كاع. لازم غدور فيك على زينك ولا على فلوسك، ما يحق حتى عينك خضرين. اولا عيني زاقين ماشي خضرين، وثانيا علاش زوجتي بنتي؟ مشينا تكتبنا ونياك عند العدول مع شي 10 ونص الليل، كانت الظلمه حبيبي اسمح لي. هذاك مولاي الهاشمي اللي زحاف وسمك وفي بومزوي. دابا غتاكل ولا غتبقى تشاطي معايا؟ يا سي قولي بصحتك فيما ناكل. الحمد لله سيدي ربي ونشكرو على صحاباتي اللي خرجت لي بنتي على خير، ما مشيت متصبطه. الحمد لله حبيبتي على سلامتك. على سلامتك بنيتي هند، على سلامتك. بسلام. الحمد لله على سلامتك بنيتي، راكي مرضيه الوالدين ومرضيه امومتك، ضربات عليك تمر من صغرك حتى لكبرك، وما هذاك الكشوم ما كيمشي ليه غير هدول كفر بالله. الحمد لله على سلامتك بنيتي. ومالها حبيبتي مسخوطه؟ راها مرضيه بنت المرضيه. الحمد لله والشكر لله. ام اختي كراني كانت تركه لحدا الكوميساريه، نحمد ربي ونشكر الله يخلف على سيدي عمر. الوالدين الحاجه وياه الله يخليهم. مرحبا بكم اصحاباتي، نرد عليكم في ساعه الخير. كولوا مرحبا بكم. ولي توريا فدوه غتحشموا. نغني لبنتي؟ ها انا نغنيو لبنيتي واحد وجيبه. يلا سيروا الدريات سيروا. يا رحالي لي هدوز رحالي ليها، شويه. لا الباتول وي صرا شي خبر على مدي؟ صافا داك يرتب شويه وش بونس غادي نحتاجك تعاوني باش يرجع. تا هو بدا كيفكر فيها زين يجي يعاونك ويوقف معاك. ما كرهتش، احنا علاش كبرناهم قرعيناهم باش يتحملوا معنا مسؤولية ويكملوا بها مرانا، حافظوا على داكشي اللي خلاو لينا والدينا. وي ودابا فيك ليكسبيريونس اللي عندو جوبونس غينفعك مزيان. حنت عمر عافاك من يجيب، عطيه فرصة خليه يبين لك. رجع ويكون خير. سينو السفر داز مزيان؟ صافا خدمة لوطيل، خدمة لوطيل، خدمة الوطيل. كرهت شي مرة نمشي معك، شي مرة
واش انت ما عندك الماء في الدار محطوطه غير ديكور ولا شنو؟ سلامي علاش كتقولي بحال هكا؟ شنو بغيتيني ندير؟ باك جات المراهقه لاله انت جالسه كتفرجي فيه ترانكيلمون. ما تزيديش فيها حبيبه حميد سي توبلي بيني وبينها. بابا راه كيعرف شنو كيدير، ماشي حنا اللي غنوريه الصح من الغلط. يا سليمه باباك راه عايش في الغلط ومرتاح فيه، فيقي شويه وكبري. انت ما فهمتش علاش كتقولي بحال هكا. سليمه اش من غلط عايش فيه ومرتاح؟ علاش خرجتي هذاك الشفاره من الحبس؟ انا عارف اش كندير. كون كنتي عارف شنو كدير ما غاديش تصر علينا بنت الشيخه وتطلب منا السماح من الخطا. سليمه اش تقلد الترابي؟ اش كتحاسبي معايا؟ هادشي اللي كدير فيها بابا ما كيدخلش العقل. سليمه تهزيش صوتك على باباك، وهذا الموضوع ندوي فيه من بعده بالعقل. الله يعطيكم السر. يلا لا شيطان يلا تعشى. هذيك السيده مظلومه درويشه وباغا تعيش في الظل، ونهار خدمات عندنا تشدات نسبة لي عادي نعاونها. اون بليس دو سا كيدافع عليها قدامي بحال هي اللي بنته ماشي انا. ما كيدافعش عليها، قال لك وقف معاها بغا يعاونها اعتبرها خير ماشي مشكل سي باغاف. غير ما تكبريش الموضوع يلا تعشى وعفاكم. والله يكثر خيرك السلم عطاوي بصحة العشاء. الله يسامح سي عمر.